الأخبار اللي بتوصل لنا بتقول إن آليات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من فرض الحصار على مجمع الشفاء الطبي بعد قصفه واستهدافه بشكل مباشر. ده يمكن بيخلينا نتساءل، يا ترى جيش الاحتلال قدر إن هو يحقق تقدم بري بالفعل في وسط غزة؟ ده تساؤل مهم جدا، عايزين نعرف إجابته والإجابة على أسئلة أخرى أيضا من سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. يا سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سيدي، اهلا عليكم. بحضرتك. اهلا وسهلا. في البدايه، هل نجحت بالفعل قوات الاحتلال في تحقيق تقدم بري في غزه؟ لا، هو ما نجحش بالتقدم كله، لان هو كان الاول، او لما انت كنا نسمع الاول انه كان بيقول هيعمل اجتياح بري. الاجتياح ده حاجه ثانيه، هو ما قدرش يعمله. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق بينهم انت لما تكون بتعمل اجتياح بيبقى هجومك شامل، فتح قواتك كلها على بعض معاه، وبتبقى انت القوات اللي قدامك يعني، او انت حجم المقاومات اللي هتبقى قدامك انت مقدرها قليله، وبالتالي بتعمل اجتياح ان انت بتنفذ مهمتك في يوم او اثنين وخلص الموضوع. ده كل القطاع اللي هو الحته اللي بيهجموا فيها كلها عمقها 6 كيلو. 6 كيلو دي اي حد بيهجر بتبقى دي المهمه المباشره بتاعته او المهمه الثانيه، بس مش اكتر من كده. وبالتالي ما قدرش، نتيجة ان المقاومة اللي هو قدرها بقت حاسب انها اقوى مما كان يتخيل، وبالتالي بدأ يعمل عملية الهدم وتدمير البيوت علشان البنى التحتية لغزة للحماس تحت مدينة غزة، وبالتالي ما كانش هيقدر يهجم على واضرب الناس دي الا ما يعمل لهم شويه التهجير اللي قاعد يعمله ده دلوقتي، اتجهوا جنوب اتجهوا جنوبا عشان يخف ب 750,000 كانوا موجودين. وبالتالي لما هدم البيوت اصبحت زودت عليه كمان المهمه، فما عادش يقدر يعمل الاجتياح اللي كان بيقول عليه. ومن هنا بدا يجي له فكره التقطيع، فبدا يخش من اكثر باتجاه من اماكن اللي ممكن يدخل منها تكون سهله، زي ارض زراعيه مفتوحه، زي من عند الساحل، زي من عند الشمال، بحيث انه يقطع القطاع او اللي حوالين مدينه غزه اللي هو عايز يعملها الحصار الكامل عليها، الى ان احكم الحصار عليها في اش خروج ودخول من عندها. بدا بقى يدخل الكرافات عند لما يشوف اي اشتباك مع اي جندي او اي مقاتل من حماس، يحدد مكانه، بتخش الكرافات تشيل الهدم اللي هو كان معمول طلع منه القتال او النار بتاعت منه النيران بتاعت منه، ويبدا يتعامل بها بالدبابات من بعيد، ثم يبدا يدخل بالمشاة. هذا الكلام بياخد الطويل، عشان كده يمكن لما سمعنا احنا في بعض التقديرات اول واحد قدر الموضوع ده بالطول كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قال ان هذه الحرب طويله مش تخلص زي كل مره. بعدها نتنياهو قال الكلام ده، بعدها وزير الدفاع نفسه بتاعهم قال الكلام ده. ليه؟ لان هو بقت هنا دلوقتي موضوع التقطيع وبعدين الاكتشاف ثم ان يزيل بالكرافات ثم بالدبابات ثم بالمشاة، كل ده واخد منه وقت طويل مع استخدام القوات الجويه على كل مقاومه تقابله اكتر. وبالتالي كان بيقعد يستنى المسافه دي، عشان كده راح كلمه الاجتياح راحت، بقى دلوقتي الدخول ببطء. وهنا كمان ده بدا اول مره كانت اسرائيل تنتهج منهج ان الحرب الطول، ان اسرائيل دايما لما تحارب 10 ايام بالكثير ما تزيدش عن كده عشان التعبئه عندها مكلفه. وبالتالي المره دي طول، اعتقد التطويل ده من اللي طوله المره دي لانه احكم حصار على مدينه غزه، وبالتالي الدعم اللي هيجي للمقاتلين في من حماس هيقل، والاستهلاك اللي هيستهلكه من ذخيره او مؤن مش هيجي له تعويض عنها، يبقى بيضغط عليه بالحصار بالاسلوب ده. عشان كده العمليه طالت، وحطول كمان لغايه ما يقدر يحكم ينفذ مهمته كلها، لان مهمته هو قالها عن تدمير حماس وتدمير التحتيه بتاع حماس. اعتقد تدمير حماس كبشر مش هيقدر. ليه؟ لان حماس ده فكر جهادي، فده عنده متوزع اطراف كتير وخارج غزه كمان،
يعني أكيد. خارج سيادة اللواء، احنا بنتابع مع بعض لقطات مباشرة من غزة وشايفين قد ايه الوضع شديد السوء، يعني ربنا يكون في عون اهالينا هناك. احنا شايفين كمان زي ما حضرتك بتقول انه بعد طلب للولايات المتحدة تقدمت به لمجلس الشيوخ بالدعم ل 14 مليار دولار للحرب في اسرائيل، صحيح مجلس الشيوخ لم يصوت الى الان، ولكن هناك واضح انه الولايات المتحدة ما زالت منخرطة وما زالت مصرة على دعم الاحتلال الاسرائيلي. سبحان الله حضرتك، حاجه خدها كده قاعده، الاستعمار هو الاستعمار في كل حاجه حتى واختلف شكله. النهارده هو مش عايز يوقف النيران عنده، مش عايز يوقف اطلاق النيران بالمجلس الامن ليه؟ مش مخليه يعمله ليه؟ لانه لسه ما حققش مهمته. لما تيجي تراجع التاريخ هنلاقي ان برضه الاستعمار الانجليزي والفرنساوي لما عملوا عدوان 56 والعالم كله طلب وقف اطلاق النار بعد المجازر اللي عملوها بورسعيد وحتى حي بالكامل بالنبل والكلام ده كله، كان صوره بشعه اكثر من السلاح اللي بنشوفه دلوقتي، لكن لم يصدر مجلس الامن القرار بوقف اطلاق النار الا بعد الانجليز ما نزلوا على شاطئ بورسعيد بالدبابات والابرار البحر بتاعها. نفس الموضوع في 73 ما طلعوش قرار وقف اطلاق النار الا لما قدر يطلع شارون يعدي ويعمل الثغره. دول ما بيوقفش اطلاق النار الا لما يحقق هدف له، والنهارده طول ما نتنياهو لسه لم يحقق الهدف بتاعه فمش مش هيحصل وقف اطلاق النار، انا وجهه نظري كده. وبالتالي ده بيدي صوره ان هم فاشلين لغايه دلوقتي في تحقيق الهدف بتاعهم، يعني هو كان الحرب هيقعد فيها كام يوم وهيستمر بسياسته بقصف المنطقه ودكها قبل دخولها بريا للقضاء على اي مقاومه بها؟ وهم الناس عندهم القسوة، حتى مثلا تيجي تشوفي سفر يوشع ابن نون اللي هو دخل اول واحد عمل حرب مع الكنعانيين سنه 1300 قبل الميلاد بعد سيدنا موسى، لما دخل على مدينه اريحا وقعد حاصرها ست شهور حرقها بعد كده المدينه اللي بعدها عشان صمدت قدامه واقتصر عليها اسمها عاي، خرج الناس منها وحرقهم في الارض الزراعيه اللي جنب منه 12000 بالرقم ده مكتوب في الصفر. سياسة ممنهجة تقوم بها إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي منذ بدايتها وحتى الآن، وكأنها كلاسيكيات الحرب والاحتلال عند إسرائيل. كل الشكر للواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، شكرا جزيلا.